دعاء آخر جمعة من شهر رمضان. من ترك هذا الدعاء فقد خسر هدية رسول الله محمد صلى الله عليه وآله. إجا شخص الرسول الله قال له: يا رسول الله، وهذه آخر جمعة من شهر رمضان، شو اللي نسوي؟ قال له: عليك بهذا الدعاء، وهذا الدعاء من كلمتين، من قاله فقد حصل على هدية من رسول الله. هذا المقطع إلى كل مسلم، ولا تخلي يفوتكم هذا المقطع، شاركه إلى أحبابك وإخوانك حتى تكون إن شاء الله مشارك لهم بالأجر. شنو هذا الدعاء؟ اللهم لا تجعله آخر العهد من صيامنا إياه، فإن جعلته فاجعلني مرحوما ولا محروما. خلص، هذا الرسول اللي قاله. النبي محمد صلى الله عليه وآله قال: فإن من قال ذلك، أي هذا الدعاء، واضح؟ جملتين، قال: فإنه قد ظفر بأحد الحسنيين، حصل على هديتين. شنو ذني؟ قال: أما بلوغ شهر رمضان، يعني أما الله سبحانه وتعالى ينطيك عمر إلى شهر رمضان، أو غفران ورحمة من الله، إذا الله سبحانه وتعالى أخذ أمانته، والله يعطيكم طولة الأعمار إن شاء الله. شو يقول الرسول؟ يقول: الله راح يغفر لك ذنوبك وتنزل رحمة من الله سبحانه وتعالى إليك، أو شنو؟ ينطيك طولة عمر إلى شهر رمضان. حقيقة هذه الرواية جدا جميلة أيها الأخوة، لا تنسوني ووالدي من صالح دعائي.